من صوت لبنان نقدم نشرة أخبار الخامسة والربع مع تحيات ألسي كفوري جيتا مارون والمخرج بيير جامو. العناوين. جولة مشاورات جديدة قبل الحسم، وبر يدعو هيئة مكتب المجلس الاجتماع تمهيدا لجلسة تشريعية. هل تعود النفايات إلى الشارع من جديد؟ الإمارات تستعد لزيارة البابا فرانسيس. هذا هو الضيف الأهم، فهناك حقيقة ارتياح شديد، وسيكون الاستقبال استقبالا يليق بقداسته. ماكرون يؤكد من القاهرة استحالة التطبيع مع النظام السوري حاليا، ووزير خارجية البحرين يهاجم نصر الله. استعمل أي بطاقة من بنك الاعتماد اللبناني، جمع نقاط واستبدلها بميلات، تتسافر وين ما بدك وقت اللي بدك، وعلى متن شركة الطيران اللي بتختارها. بدك تسافر على حسابنا؟ اعتمد علينا. بنك الاعتماد اللبناني، دايما بقربك. كلنا بحاجة لفرصة لننجح ونحقق أحلامنا. الجامعة العربية المفتوحة بتعطيك الفرصة لتحصل على شهادة لبنانية وشهادة بريطانية عالمية بدعم من برنامج أكفاند. كل أقساط دراستك بتصير 70% أقل، فيك تحضر صفوفك بالنهار أو بالليل حسب وقتك. صح في كتير جامعات بلبنان، بس الجامعة العربية المفتوحة هي فرصتك لسوا نحول الحلم لحقيقة. التسجيل مستمر بجميع الفروع: طيوني، أنطلياس، طرابلس وزحلة. 01 39 21 39. بما أن شعرك هو مرآة لجمالك وأنوثتك، أحرص دوما على الاستمرار بتقويته وتغذيته بواسطة بايو هيرب من ماريناس، لأنه يحفز الدورة الدموية الدقيقة في منطقة فروة الرأس ويمد البصيلة بالغذاء المطلوب. ستحصلين على إنبات شعر جديد قوي ذو كثافة مميزة، وتودعين تساقط الشعر نهائيا، والحصول على أظافر قوية وصلبة وذات لمعية. بايو هيرب من ماريناس للرجال والنساء، مرخص من وزارة الصحة ومتوفر لدى الصيدليات. العبوة تكفي لمدة شهرين. للإستعلام 70 444 444. انتقلت مشاورات تشكيل الحكومة من باريس إلى بيروت بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري، وفي وقت لم تحقق جولة باريس أي خروقات جدية في المشهد الحكومي. ينتظر ما ستؤول إليه جولة بيروت من نتائج، بعدما وضع الحريري لنفسه نهاية الشهر الحالي مهلة قصوى لبت توجهاته. ويبقى خيار تفعيل حكومة تصريف الأعمال هو المرجح في ظل الضغوط الدولية المطالبة بتسخيم عمل الحكومة لعدم إضاعة الدعم الخارجي المالي في الشأنين الاقتصادي والعسكري، والذي تمثل فيما أقر من مساعدات في مؤتمرات سادر وروما وبروكسل. وفيما تعثر سيد الموقف في الملف الحكومي، يسري اللحل أيضا على الملفات الحياتية والبيئية، فأزمة النفايات مرشحة إلى العودة مجددا إلى الشارع، فيما الفساد ينخر أكثر فأكثر مفاصل الدولة وإداراتها، وليس أدل على ذلك سوى الاستمرار في التوظيف في ضوء ارتفاع أعداد المستفيدين من سلسلة الرتب والرواتب، فضلا عن الهدر في الانفاق والخلل الطائفي في وظائف الدولة وتعيينات الجامعة اللبنانية. ومن ملف النفايات نبدأ. هل تعود أزمة النفايات من جديد؟ سؤال مطروح استنادا إلى جملة معطيات تكشفت مؤخرا. فقد أوضحت شركة خوري للمقاولات، الشركة المتعهدة لمشروع مطمر برج حمود الصحي، أن الأعمال الوحيدة التي يجري تنفيذها في الوقت الراهن في المطمر هي أعمال إزالة النفايات التي تم تجميعها فيما يسمى الباركينج في خلال فترة أزمة النفايات في العام 2015 وقبل بدء تنفيذ مشروع مطمر برج حمود. ولفتت إلى أن المطمر لم يعد يستقبل أي نفايات جديدة نظرا إلى اكتمال قدرته على الاستيعاب،
مشيرة إلى أن النفايات الجديدة تطمر حالياً في مطمر الجديدي الذي يتوقع أن تستنفد قدرته الاستيعابية قريباً. أما وقد استنفدت القدرة الاستيعابية لمطمري بوش حمود والجديدي، أي إجراءات بديلة لمنع تجدد أزمة النفايات؟ مروان الأدوم. كما في السياسة في الإنماء والشأن المعيشي والحياتي أزمات متتالية موسمية فصلية سنوية تظهر فجأة تختفي فجأة بعد أن